أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مستقبل المسار السياسي وأبعاد المشهد في ظل انعقاد مؤتمر مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية. قال رئيس الحكومة أحمد بن دغري إن الإطار العام لأي حوار قادم يجب أن يلتزم بوضوح تام بالمرجعيات الأساسية. وأضاف بن دغري في كلمة له في مؤتمر دعم مرجعيات الحل السياسي في اليمن الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض إن المجتمع الدولي تفهم الأحداث في اليمن ورفض الانقلاب خوفا على الأمن العالمي، وأشار إلى أن المرجعيات تمثل مرتكزا للحل السياسي في اليمن وتمنع الانزلاق نحو المجهول وتوقف الطموحات الإيرانية في المنطقة، مطالبا في الوقت ذاته بسرعة الإفراج عن المعتقلين والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وحصره على الدولة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن يقدمه مؤتمر المرجعيات في ظل دعوة الأمم المتحدة للمفاوضات السياسية، وما تبعات استمرار الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة للتخلي عن المرجعيات الدولية؟ قبل النقاش نتابع التقرير. مؤتمر جديد في الرياض، العنوان الأبرز فيه دعم المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني. أما الجهة المنظمة له فهي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. الحكومة اليمنية كانت أول المشاركين فيه عن طريق رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر الذي أكد في كلمته أن المجتمع الدولي تفهم الأحداث في اليمن ورفض الانقلاب خوفا على الأمن العالمي، مضيفا أنه من الصعب العودة إلى نقطة الصفر، ومطالبا في الوقت ذاته بسرعة الإفراج عن المعتقلين والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وحصره على الدولة. أن إنقاذ الريال اليمني من الانحدار إلى قاع الكارثة ووقف تدهوره خاصة وقد بلغ سعره اليوم 560 ريال للدولار، الأمر الذي ينذر بكوارث اجتماعية وسياسية وإنسانية بدأت بوادره واضحة في الشارع اليمني. بن دغر أشار أيضا إلى أن المرجعيات الثلاث تمثل مرتكزا للحل السياسي في اليمن وتمنع الانزلاق نحو المجهول وتوقف الطموحات الإيرانية في المنطقة. المؤتمر عقد بالتزامن مع مساعي المبعوث الأممي في لم الأطراف اليمنية في جنيف مطلع سبتمبر المقبل، وهي مساع يكتنفها الكثير من الغموض والمخاوف. هذا الغموض دفع وزير الخارجية خالد اليماني إلى مطالبة المبعوث الأممي بتقديم توضيح حول آلية ومضامين مشاورة جنيف القادمة، مؤكدا أن الشرعية على استعداد للسير في طريق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها. ومن خلال ذلك كله يبدو بأن الشرعية تسعى إلى توجيه رسائل خاصة إلى الأطراف الدولية من شأنها القول أن موقفها ثابت وأن أي مفاوضات لا بد لها أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها مسبقا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين الكرام. بداية دكتور فيصل، ما الذي خرجتم به في مؤتمر الرياض؟ طبعا أنتم أشرتم إلى ما جاء في كلمة الأخ رئيس الوزراء. نعم. وهو المتمثل في المرجعية الثلاثة التي بلورت الحل الشامل الذي يمنع من تكرار الصراعات في المستقبل ويمنع أيضا كما جاء في كلام رئيس الوزراء في كلمة رئيس الوزراء من الانزلاق في الأوضاع أو في الظروف الحالية التي نعيشها. مؤتمر الرياض هو تأكيد على أولا التزام الحكومة بالسلام كاستراتيجية ثابتة بالنسبة يعني كمسؤولية أمام أبناء الشعب، لأن الشرعية هي تلتزم بتوفير السلام بالعمل على توفير السلام لكل أبناء الشعب اليمني. والشيء الآخر التأكيد على أن مرتكزات ومقومة السلام هي هذه المرجعيات، لأن السلام الذي ننشده ليس سلاما آنيا وإنما سلاما دائما وشاملا يمنع تكرار الصراع في المستقبل. نعم، هذه كلها ربما كانت مقررة مسبقا دكتور فيصل، لكن ربما يتساءل الجميع اليوم،
يعني ما قيمة هذا المؤتمر بهذا التوقيت؟ هل هناك من رؤية أخرى غير الرؤية السابقة؟ طبعا يعني لم تطرح أي رؤية يعني غير الرؤية السابقة، حتى المبعوث الدولي هو ملتزم بقرارات الأمم المتحدة التي يعني هي جزء من أو واحدة من المرجعيات. لكن يعني التأكيد على ثبات الموقف، وعلى هو أولا في رسالة لأبناء شعبنا في الداخل تطمين بأنه لن يكون هناك تفريط، ولن يكون هناك دخول في مسارات جديدة في تفاوضية غير أو في نقاشات غير ما تم الاتفاق عليه في إطار المرجعيات. طبعا سفراء الدول الثمانية عشرة الراعية للعملية السياسية في اليمن مشاركين في مؤتمر الرياض، مشاركين بفعالية. نعم. طيب دكتور ابقى معي ونشرك معنا في الحديث الكاتب والمحلل السياسي وضاح الجليل من القاهرة. مرحبا بك أستاذ وضاح. أهلا وسهلا بك ومساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا بك أستاذ وضاح. ما الذي يمكن أن يقدمه مؤتمر الرياض من جديد في ظل دعوة الأمم المتحدة للمفاوضات السياسية عقب عيد الأضحى؟ نعم، بالتأكيد هناك أهمية لهذا المؤتمر، وهي التأكيد على المرجعيات الثلاث لأنها هي الأساس والمرجع الأخير الأول والأخير لحل الأزمة السياسية في اليمن، والتأكيد على هذه المرجعيات في ظل ما يقوم به المبعوث الأممي من جهود تبدو عبثية لحل الأزمة اليمنية والصراع في اليمن. المبعوث الأممي يبدو وكأنه يريد أن يأتي بحلول من خارج هذه المرجعيات الثلاث، يبدو وكأنه أيضا يقدم حلولا أخرى يمكن وصفها بأنها اعتراف بوجود الحوثيين وبأنهم قوة واقعية على الأرض، وبالتالي لا يمكن تجاوزهم والتعاطي معهم كقوة فاعلة، وبالتالي وجودهم في المشهد السياسي القادم بعد التسوية السياسية ما يعني أنهم سيحتفظون وفق هذه التسوية التي يراها المبعوث الأممي، سيحتفظون بكامل قوتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يعني بالتالي أنهم سيكونون دولة داخل الدولة. لكن مثل هذا المؤتمر يؤكد على أن المرجعيات الثلاث هي ما يمكن أن تمثل الحل الأول والأخير للأزمة في اليمن. الأزمة في اليمن ليست صراع لا يمكن وصفها فقط بأنها صراع سياسي أو عسكري، بقدر ما يمكن وصفها بأنها صراع وجودي. الحوثيون يريدون أن يفرضوا وجودهم على اليمنيين كقوة فوقية استعلائية تمارس الاستعلاء وتستعبد اليمنيين وتجعلهم تابعين لها، تغير هويتهم وحياتهم وثقافتهم وتجعلهم جزءا منها وليست هي جزءا منهم. بالتالي مثل هذا المؤتمر هو يأتي للتأكيد على أن المرجعيات الثلاث هي الحل الأول والأخير، وهذه هي المرجعيات الثلاث هي أيضا مرجعية سياسية وليست مرجعية عقائدية أو نعم. طائفية. طيب أستاذ وضاح، لكن هناك يعني نعم كما تعلم هناك يعني نعم استمرار بضغوطات كبيرة من الأمم المتحدة ربما للضغط على الحكومة للتخلي عن المرجعيات الثلاث، إذا ما حدث ذلك ما هي التبعات المترتبة على ذلك؟ التبعات التي يمكن أن تحدث في حال التخلي عن المرجعيات الثلاث هي وجود مرجعيات أخرى تعترف بالحوثيين كقوة على الأرض الواقع، وبالتالي منحهم شرعية غير مستحقة، وهذا يعني أنهم سيكونون طرفا معطلا للسلام في اليمن، سيكونون دولة داخل الدولة. يمكن أيضا أن نصفهم بأنهم سيكونون بأنهم سيمارسون على اليمنيين عملية استعلاء واستعباد، يكونون هم بموجبها الأكثر قوة والأكثر فاعلية، في حين أن بقية الأطراف والقوى السياسية مجرد تابع أو مجرد
عناصر لتكملة المشهد، لكن في الحقيقة طيب سيكون الحوثيين هم المسيطرون، وبالتالي لا يمكن لليمنيين أن تكون لهم دولة سلام عادل وحقيقي في ظل هذا الوقت المفترض الذي تفرضه الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي. نعم تفضل. نعم دكتور فيصل العواضي، يعني هذه الضغوطات التي تظهر بين الحين والآخر من قبل المبعوث الأممي على الحكومة الشرعية، هل برأيك يعني إذا ما استمرت ستخضع الحكومة لهذه الضغوط وتتخلى عن المرجعيات؟ دكتور فيصل، إذن فقدنا الاتصال بالدكتور فيصل العواضي. إذن أعود للأستاذ وضاح الجليل. أستاذ وضاح، هناك من يعتقد بأن ذهاب الحكومة إلى المشاورات في المفاوضات المزمعة عقدها في سبتمبر المقبل دون وجود محددات ولا ملامح ولا أهداف واضحة يمكن أن يتمخض على ذلك تنازلات كبيرة تضر بالحكومة الشرعية وتخدم الميليشيا، ما رأيك؟ إذا ما قدمت الحكومة أي تنازلات في المفاوضات المزمعة بعد أقل من شهر من الآن فهي، أو تحديدا بعد عجل الأضحى، فهي بالتالي تضع لنفسها حدا أو تضع خط النهاية، بمعنى أنها ستنهي وجودها السياسي على الواقع وستسلم مصيرها لأيدي الحوثيين. لكن الحقيقة أن الشعب اليمني هو الذي يحدد أفق ومسار العملية السياسية في اليمن. الشعب اليمني الذي رفض هذا الانقلاب ووقف خلف الحكومة باعتبارها تمثل شرعيته السياسية وليس بأنها شرعية أبدية. بالتالي على الحكومة أن تتمثل هذه الشرعية وأن تدافع عنها وأن تعمل على أن تعمل على تمكين هذه الشرعية وتمثيلها تمثلها بشكل إيجابي وكافي لتحقيق العدالة اليمنيين. بدون ذلك تفقد الحكومة أي إمكانية لوجودها مستقبلا، تفقد إمكانية أن تكون فاعلا سياسيا في المشهد السياسي القادم. نعم. الحكومة اليمنية اكتسبت شرعيتها من وقوف الشعب اليمني خلفها، من دعمه لها، من مقاومته للتوسع الحوثي، وهو الشعب اليمني الذي خرج لمقاومة التوسع الحوثي والنفوذ الحوثي، وهو الذي يقف خلف الحكومة. إذا طيب. تخلت الحكومة عن مثل هذا الأمر فإنها تحكم على نفسها بالفشل. نعم تفضل. نعم طيب دكتور فيصل العواضي، هل هناك فعلا ضغوطات تمارس من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي من أجل يعني التنازل من قبل الحكومة الشرعية عن المرجعيات الثلاث والبحث عن آلية جديدة وفقا للمعطيات على أرض الواقع والاعتراف بميليشيات الحوثي، ما رأيك؟ الأمم المتحدة هو يرتكز على قرارات مجلس الأمن، ولو تأملنا في قرارات مجلس الأمن كلها ضمنا تؤكد على المرجعيات الثلاث. يعني قررت مجلس الأمن تؤيد المبادرة الخليجية وتثني أو تؤيد الحوار مخرجات الحوار الوطني، ونصت هذه القرارات على تصفية الانقلاب و نعم. يعني لا يمكن للأمم المتحدة أن تتجاوز هذه المرجعيات، ولكن المؤتمر هو يعطي الأبعاد لما تمثل هذه المرجعيات في حياة اليمنيين، يعني أبعادها المستقبلية أكثر من وضعها الآن. نعم. فالأمم المتحدة هي تضغط بالجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل في إطار هذه المرجعيات وليس رؤية بديلة. إذن لا حقيقة. نعم. إذن لا حقيقة للأخبار التي تقول بأن هناك ضغوطات ربما تتجاوز المرجعيات الثلاث والقرار الأممي 22/16. هذا إذا رأينا قرارات جديدة صادرة من مجلس الأمن حينها نتحدث أن هناك ضغوطات يعني وقرارات دولية صدرت وتحاول أن تصادر إرادة اليمن أو المرجعيات أو إلى آخره. لكن حتى الآن لا تزال القرارات الدولية هي النافذة، وهذه القرارات ليس لها أي تصادم
يعني هي تتكامل كما قلت مع المبادرة الخليجية ومع مخرجات الحوار الوطني. نعم، سؤال أخير دكتور فيصل، هل لازالت الرؤية ذاتها بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالنسبة للأزمة في اليمن أم تغير الحال بعد 3 سنوات من الحرب؟ طبعا التحالف لا زال يعني يعمل وفق الأجندة التي بدأت فيها عاصفة الحزمة، هي مسألة إنهاء الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية. التفاصيل الداخلية هذه أولا تفاصيل على الأرض، هذا شأن من شؤون الحكومة اليمنية وليس التحالف. مسألة التحالف هو ملتزم بهذه الأجندة ويكررها ويعلنها، والآن أيضا هذا المؤتمر هو تأكيد على مساندة الحكومة الشرعية في رؤيتها من أجل استعادة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. شكرا جزيلا لك مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي، كنت معنا من الرياض. وعودة للأستاذ وضاح الجليل. الأستاذ وضاح، الآن من خلال ما هو على الواقع ومن خلال ربما الصورة الضبابية التي يحاول من خلالها المبعوث الأممي جمع الأطراف على طاولة المفاوضات دون أهداف محددة ورؤية واضحة، هل هي مؤشر لفشل أي مفاوضات سياسية قادمة أم هناك فعلا احتمال تحت الضغوط الدولية أن يصل اليمنيين إلى حل في نهاية المطاف في المفاوضات المقبلة؟ كما سمعنا وقرأنا خلال الأيام الماضية أن الحكومة وافقت على المشاركة في المفاوضات المزمعة في جنيف خلال شهر سبتمبر القادم، لكن يبدو أن هذه المشاركة محكومة عليها أو أن هذه المفاوضات محكومة عليها بالفشل مسبقا، أولا لعدم وجود أرضية حقيقية للتفاوض والتحاور حولها. الحوثيون ما زالوا يصرون على وجودهم وعلى بقائهم وعلى ما حققوه من مكتسبات خلال 3 سنوات الماضية، وهو ما يعني احتفاظهم بالانقلاب كمكسب رئيسي، وبالتالي عدم تمكين اليمنيين من الحصول أو من التفكير حتى بقيام دولة يمنية عادلة وتحقيق العدالة للجميع وتحقق أيضا فرص التكافؤ لكافة الأطراف. المبعوث الأممي فقط يريد أن يوصل رسائل بأنه يؤدي مهامه وأنه يقوم بمجهودات أو بجهود في اتجاه تحقيق تسوية سياسية، لكن الحقيقة ما الذي أنه المبعوث حقيقة على أرض الواقع؟ ما الذي يمكن أن يتم التحاور حوله إذا كان الحوثيون ما يزالون يرفضون هذه المرجعيات الثلاث ويصرون على الاستمرار في انقلابهم واختطاف الدولة ومؤسساتها ونهب مواردها وأيضا الاحتفاظ بقوتهم العسكرية والمالية والاقتصادية؟ كل هذه الأمور تعني فشل المفاوضات المزمعة بشكل تام. بدون أن تكون المرجعيات الثلاث هي الحاضرة في المفاوضات، بل قبل المفاوضات أصلاً بدون ما يعترف بها السوريون، لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات حقيقية ولا يمكن تحقيق أي سلام حقيقي في اليمن. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ وضاح الجليل، كنت معنا من القاهرة. ونشرك معنا في الحديث من عمان في الأردن المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير. مساء الخير. بداية أستاذ عبد الناصر، أنت كيف تابعت مؤتمر الرياض الجديد الذي ربما جاء فقط للتأكيد على ما اتفق عليه اليمنيين وخريج به مؤتمر الحوار الوطني السابق؟ يعني هو إعادة تكرار لما بتقوله الحكومة، هي الشروط التي بتضعها عن والمرجعيات التي تقول بأنها هي أساس الحل، رغم أن المرجعيات عمليا بعضها لم يعد له أي وجود مثل المبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية مضامينها الأساسية انتهت منذ فترة طويلة، كان الفكرة الأساسية للمبادرة الخليجية هي تسوية سياسية بين من قاموا بالثورة على علي عبد الله صالح ونظام علي عبد الله صالح. هذا الأمر انتهى عمليا 2014 بانتهاء حكومة الوفاق، وبالتالي مضمون أيضا الرئيس كان رئيس توافقي، لم يعد هادي رئيس توافقي منذ البداية، وهو أخل بالاتفاق الذي كان يفرض عليه أن يكون رئيس توافقي.
إضافة إلى المدة الزمنية التي وضعت وهي عامين تم تجاوزها، وبالتالي الحديث عن المبادرة الخليجية هو حديث فقط للاستهلاك الإعلامي، وأيضا رغبة من الحكومة في أن تضع شروط تعجيزية هذه والسلطة التي تتبعه، وبيضع شروط ليس لها أي إمكانية التحقق ولم تعد لها من أهمية. أما قضية الحديث عن ما قاله بن دغر الشعب اليمني اتفق، من هو الشعب اليمني؟ مؤتمر الحوار لم يكن الشعب اليمني، كان عبارة عن جماعة تجمعها هادي، وفي الأخير كانت السلطة الفعلية بيد كلا قليلة. يعني سعد ناصر، أنت إذن لا تتفق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ مخرجات الحوار الوطني كانت تهدف إلى تفتيت الجمهورية اليمنية وتدميرها من قبل السلطة التي أتت بعد 2011، ولم تكن همها الإصلاح السياسي والذي هو كان الهدف الأساسي للمبادرة الخليجية، كانت هو إصلاح سياسي وليس ربما هذا هو منطق الحوثيين. أستاذ عبد الناصر، مع معرفتي أكيد فيك أنك دائما ضد الانقلاب وضد الميليشيا، لكن هذه الرؤية وهذا الحديث دائما ما نسمعه من يعني من المتحدثين باسم الميليشيا. الحوثيين هم أكثر مراوغة، هم كانوا الدولة هذه عندما اتفقوا مع هذه كان الدولة نص الخبر، ومع الانفصاليين الجنوبيين الدولة هم نص خبر، ويمطمطوا الكلام فيما يتعلق بالأقاليم، لكنهم الحوثيين عندهم مشروعهم الخاص وهو الاستحواذ على الدولة بأي شكل من الأشكال. أنا أتكلم على الذي كان يفترض عليهم أن يحافظوا على الجمهورية اليمنية وقاموا بتفكيكها في مؤتمر الحوار وأنهوا مؤتمر الحوار. لم يكن هناك مؤتمر حوار، ولو كان هناك مؤتمر حوار ناجح لما وصلنا لحالة الحرب ولما وصلنا إلى النتيجة التي وصلنا إليها، لكن لأنه لم يكن مؤتمر حوار ولكن كان مؤتمر للتدليس، مؤتمر قام على الغش. المؤتمر الحوار كان حتى النظام الأساسي الذي كان على مؤتمر الحوار أن يحتكم له لم يتم الالتزام به، وبالتالي من كان يدعي بأنه أقام مؤتمر حوار وقام بالمغالطات الكثيرة التي أفقدت الحوار أي قيمة هذا أمر. كيف مغالطات أستاذ عبد الناصر؟ ليس موضوعنا الآن مؤتمر الحوار الوطني وكذا، لكن يعني منطقيا مؤتمر الحوار الوطني شاركت فيه كل فصائل وأحزاب المجتمع اليمني، وكان هناك وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ستعرض على الشعب للتصويت عليها، فإن وافق الشعب مرت أم لا. لكن الآن ليس حديثنا الآن، باعتقادك الآن محاولة الحكومة إحياء المؤتمر من جديد اليوم في الرياض والتأكيد على المرجعيات الثلاث وإلى آخره، هل ستكون فعلا نقاط قوة بيد الحكومة الشرعية في المفاوضات المقبلة أم لا تمثل أي قيمة؟ قصدك مؤتمر أي مؤتمر؟ إحياء المؤتمر، مؤتمر الشعبي ولا مؤتمر الحوار؟ أقصد مؤتمر الرياض اللي حصل اليوم بقيادة رئيس الحكومة وبتنظيم مجلس التعاون الخليجي. يعني هذا فقط الحكومة تريد أن تعزز موقفها في الوقت الحالي قبل الذهاب إلى جنيف، وفي كل الأحوال حتى لو ذهبت الحكومة بهذه الشروط أو بغير هذه الشروط الوضع على الأرض لا يمكن أن يكون هناك أي شكل من أشكال السلام. الحوثي متمسك بالمناطق التي سيطر عليها ولا يمكن أن يتنازل عنها إلا بالقوة، والطرف الثاني لا يمتلك هذه القوة ولا يمتلك حتى الشرعية بالمعنى الشرعية القانونية، الشرعية الأخلاقية، الشرعية كدولة وكمؤسسات. والنتيجة إذن ما هو الحل سعد عبد الناصر؟ إذا كان الوضع كما تصور أنت بهذه الصورة القاتمة، ما هو الحل برأيك اليمنيين؟ الحل اولا ان احنا نوجد شرعيه تواجه الحوثي، نوجد سلطه شرعيه حقيقيه تمتلك مشروع دوله الجمهوريه اليمنيه ووحده الجمهوريه اليمنيه، وهذه هي البدايه الصحيحه. هناك من يقول اذا تخلينا عن الشرعيه الموجوده فهي بدايه اعطاء الشرعيه لميليشيات الحوثي والاعتراف بهم محليا ودوليا، وهنا الكارثه. هذه الشرعيه هي غطاء، اعطت الغطاء للميليشيات الموجوده في عدن، النخب الذي في حضرموت وفي شبوه، الميليشيات التي تتقاتل في تعز. هذه الشرعيه اعطت هذا الوضع الغير شرعي،
لو كانت شرعية حقيقية لوجدنا وزارة الدفاع تدير كل الفصائل المسلحة، هي التي تدير المعارك وليست هي آخر من يعلم. وبالتالي هذه الشرعية هي التي أوهنت الشرعية، هي التي أضعفت الشرعية، وبالتالي التخلص منها هي الخطوة الأولى نحو استعادة الدولة. لا نستعيد الدولة بشرعية ناقصة، بشرعية غير موجودة. لن نستعيد الدولة إلا بشرعية حقيقية، بسلطة تمتلك مشروع وطني حقيقي، تمتلك مؤسسات حقيقية. لماذا لا تكون النقطة الأهم هي إعادة يعني أولويات الشرعية ومحاسبتها ومراجعة أولوياتها لتصحيح المسار، أما أن نفقد الشرعية فربما هنا هي الكارثة، ستفقد يعني ما تبقى لليمنيين من أمل وحيد، وإن كانت شرعية هشة. الأمل قد تم فقده. هذه الشرعية، هذه السلطة التي استلمت دولة سليمة، دولة يسيطر عليها من المهرة إلى صعدة، إلى ليس صعدة، إلى جميع معظم مناطق اليمن باستثناء مناطق قليلة، الآن لم يعد تعد هذه السلطة تسيطر حتى على الشارع الثاني بعد المعاشيك. حتى المعاشيك نفسها هي تحت حماية القوات السعودية والإماراتية، وبالتالي هذه الشرعية لا يمكن لا الوثوق فيها، وهي التي سببت هذه الكوارث كلها، وبالتالي تغييرها هو الواجب الأساسي ومحاسبتها إن أمكن على ما فعلته خلال السبع سنوات الماضية. شكرا جزيلا لك، وجهات نظر نحترمها أستاذ عبد الناصر، رغم يعني يختلف معك الكثير ربما خاصة في قضية الشرعية وهي الخيط الأخير بالنسبة لليمنيين. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان الأردن، وشكر أيضا للمحلل السياسي والضاحة الجليل ومستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم.